رجعنا معكم مشاهدينا لمتابعة حلقتنا لليوم بفقرة صحية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة الغذائية اللي بيصادف يوم غد. مواضيع كتير بنقدر نحكي فيها بهالمناسبة، بتتعدد فيها الأفكار والمشاكل والحلول والحالات اللي بيتم معالجتها عن طريق أنظمة صحية مختلفة عن بعضها. اليوم وبسبب تكاثر وجود هالحالة رح نناقش موضوع حساسية القمح اللي بيعاني منها كتير من الأشخاص حتى من دون علمهم. وتنعرف أكثر عن هالموضوع رح تكون معنا عبر زوم أخصائية التغذية رنا معوض. رنا أهلا وسهلا فيك. كيف جريس؟ صبا؟ صبا. رنا أعطينا بالبداية تعريف عن حساسية القمح وأسبابها، وبالتالي شو الفرق بينها وبين الانتوليرانس على الجلوتين؟ مزبوط جريس. أول شيء حبيت يلي قلتي، حبيت أنك ذكرتي حساسية القمح. نعم، حساسية القمح صحيح. في كتير غلبته ما بين ما بيسمى بحساسية القمح وبسموها بحساسية الجلوتين، وما بين الانتوليرانس جلوتين أو يلي بنسميها نحن المالادي سيلياك. المرضين أو الحساسية والمرض اللي هن موجودين عنا بيرتبطوا بمحل، بس بيختلفوا بقصص كتير. لما بنحكي نحن انتوليرانس جلوتين أو يلي هي بنسميها المالادي سيلياك، هول الأشخاص بيكونوا عندهم مالادي أوتو إيميون، يعني هي خلقية بالجينات موجود عندهم جان مش موجودين عند غير أشخاص، رح يمنعوهم تناول مش بس ما يسمى بالقمح، ما يسمى بالقمح الشعير والشوفان، رح يكونوا ممنعين عن كل البرودكتس اللي فيه بقلبهم مادة الجلوتين إجمالا. بينما بنحكي حساسية القمح، بيكون عند هول الأشخاص هن بس ممنوع يتناولوا كل ما موجود فيه قمح، قمح أو إذا بدك دقيق القمح، هن اللي رح يكونوا عم بيحركوا عندهم حركة المناعة اللي هي موجودة عند الأشخاص. إنه حساسية القمح هي أقل خطورة من المالادي سيلياك. ممكن الشخص منا في حال تبع نظام غذائي، اهتم بأكله مزبوط، ما عرض جسمه بعدة مرات للقمح وخلى يكون في عنا هالمادة الإكسيتان عم تنوجد بكثرة. بينما بنحكي عن مالادي هيدي مالادي كرونيك، يعني خلص ما مش معقول إنه يكون في حدا الشخص يشفى منها. بنفس الوقت هيدي المالادي بنسميها اوتو ايميون، يعني خلص بالجين موجود عندنا جينات مش موجودين عند غير اشخاص، ما راح يسمحوا لهيدا الشخص انه يتناوله ماده القمح بالاضافه الى ماده الشوفان شعير كمان، يعني مش بس القمح كقمح بس ممنوع يكون عم ياكل منه، كل ما الجلوتين. رنا، هالنوع من الأمراض منتشر كتير بين عدد كبير من الناس وبسبب أعراض مزعجة، شو هي هيدي الأعراض وهل بتختلف من شخص للتاني؟ أوكي جريس، هلا إذا نحكي عن الأعراض، الأعراض رح تختلف أكيد من شخص للتاني حسب قد ايه الشخص عنده المناعة أحسن من الشخص الآخر، وحسب قديش نحن عم نقسم لهالألرجين اللي هو القمح. يعني إذا نحن مرق قمح بشي نوع من المأكولات غير ما كنا نحن عم نتناول مثلا خبز أو باستا بكميات كبيرة، صحيح، فالأعراض رح حسب قد ايه نحن عم نعرض الجسم للألرجين، وحسب كمان كل شخص قد ايه مناعته بأي فاز صار، بأي مرحلة صارت. السيمبتوم كتار وبضل اسمها حساسية، يعني هي رح يكون في عنا عوارض كتير مش بس بالجهاز الهضم، رح يبين عنا كتير سيمبتوم بالجسم، يعني رح يكون في عنا ورم، إحمرار عين، منا أكيد وجع بالعينين، بصير في عنا حتى وجع بالرأس، قشط بيقشط عنا ضغط الدم، بالإضافة للسيمبتوم يلي كل العالم بتشوفهم، يعني بنسمع كتير عندك نفخة أكيد ما في تاكل جلوتين، عندك دياريا بيكون من مزبوط، في عنا عوارض كتير بتصير بجهاز الهضم، منا النفخة، منا الدياري، لعيان النفس، الفوميسمان، هول السيمبتوم موجودين بجهاز الهضم كونه نحن عم نفوت هالالرجين عبر جهاز الهضم، بس بتختلف كتير بعوارض جلدية من الورم الجلد حكيت لك عنه. وإذا كفينا أو ونهتم بهذا الموضوع ناخده بعين الاعتبار، تقدر توصل لوجع بالرأس كتير أو تقدر توصل لنقص كتير بالفيتامين، يعني عن جد خطورة كتير عالية أكيد. بس نحن اللي بصير عنا جريس
انه كثير صرنا عم نصنف انه كل العالم صار عندها انتوليرانس جلوتين او السيلياك او حساسيه القمح. صحيح. يعني صار اهين شيء دغري نقول انه عندنا الرجي، مع انه ما بنكون عارفين. يعني انا اول ما يجي لعندي شخص ويقول لي انا ما في اكل قمح، بساله شو العوارض اللي عم تعاني منها. ممكن تكون نفخه عاد. ايه ممكن يكون انه لما يكون شخص عنده حساسيه على القمح، ما فيكم تتخيلوا قد ايه العوارض بتكون ظاهره وقد ايه الشخص بيكون عم بيعاني. بيصير في عنا ضيق نفس كتير قوي، بيصير في عنا صعوبه الوجع يعني نعم، بس حتى يعني انا ما في اكل بالتعب. نعم. رنا، انت من موقعك كيف بتتعاملي مع هيك وضع؟ كيف بتساعد الاشخاص يلي بيعانوا من هيدي الحاله؟ كتير مهم. قلت لك يا جريس، يعني انا دائما بجرب قد ما في بالاول نتاكد من انه نحن عندنا السيليا او انه نتاكد اذا عندنا نحن حساسيه القمح، لانه قلت لك حتى المرض والحساسيه الموجودين عندنا بيختلفوا عن بعض. يعني انا لما يكون الشخص بيعاني من المالادي سيلياك، هو الشخص عنده بريكوسيون اكثر، يعني في قصص كثير اكثر رح يمنع عنا من الشخص يلي بيعاني بس من حساسيه القمح. نعم. فهون اهميه نقدر بأي حالة نحن، وفي حال إذا تشخص المرض من قبل الحكيم، حكيم الحساسية أو حكيم الجاسترو، في حال تم تشخيص المرض، نحن هون بدنا نجرب قد ما فينا نوعي إنه مش معناتها أنا كل شيء ممنوع عني، رح يكون في بدائل أكيد. يعني بدل ما نحن القمح، المعكرونة، الخبز، فينا نستبدل إذا كانت حساسية القمح، فينا رح نكون نستبدل القمح بالشوفان. نعم. فينا نستبدل يستبدل بالبطاطا، بالكينوا، بالذرة، هول كلها مأكولات مسموحة لهول الأشخاص. نعم. وفي حال كانت الحساسية على الجلوتين، كتير مهم إنه نسقف المريض كيف يقرأ الليبل أو كيف يقرأ البرودكت إذا كان مكتوب عليه جلوتين فري أو لا، لأنه في حال تناولهم هن أكثر أشخاص بيعرفوا قديه رح يعانوا من أوجاع رح تداومهم. يعني أيام كتير تتطلب دخول مستشفى الأوجاع اللي هن بيصيروا في بيصير عم بيعانوا منها مرضى اللي هن موجودين. فنحن هون أهمية كيف ننظم الدايت بلان تبع هول الأشخاص. أكيد بطريقة إنه هذا شيء ما يأثر على صحتهم أو على غذائهم. ما هو ما رح يصير في تأثير، بس نحن بهمنا نعلمهم شو هو البديل. نعم. البديل عن المأكولات اللي هن ممنوعين عنها، وبنفس الوقت نعلمه، لأن في عنا مأكولات جريس بتحتوي على مادة القمح والعالم بتجهلها، مثلا عندك الكاتشب، عندك الصويا. نعم. البوزة، يعني فكرة بس إنه القمح موجود بس بكل شيء، خبز، معكرونة، باجات وهول القصص، بس نحن في عنا مأكولات تحتوي على القمح والعالم ما بتعرف. نعم. كرمال هيك نحن بس نضوي على هول البرودكتس، قلت لك الكاتشب، الصويا، البسكويت، البوزة، كل شيء هو برادت، كل شيء هو بانيه، مثلا اللحوم مسموحه لهول الأشخاص. كل شيء صار بانيه، يعني صار هول الاشخاص ما بقى فيهم يتناولون. نعم. سو بنجرب قد ما فينا شو هن الممنوعات اللي هن موجوده وشو هن البدائل، ويكون عندنا نظام غذائي اكيد متناسق متوازن وصحي لهم. يعني اللي عم تقوليه انه اذا الشخص ما اتبع نظام غذائي يلي هو صحيح بالنسبه لحالته، ممكن انه يسوء وضعه جسديا. أكيد. يعني اكيد كل مره عم نعرض الجسم لهالالرجان، وهو اساسا الجهاز المناعي يلي عنا بيشتغل كثير ضده، فنحن كل مره رح نكون عم نزيد من السيمتومات، وكل ما كنا عم نزيد من السيمتوم، كل ما شغلنا جهاز المناعه زياده، كل ما كان السيمتومات اخطر. صحيح. وبصير يعني رح يكون في عنا حتى اجهزه كثير رح تكون عم تنضار من وراء هالمأكولات. نعم. كيف تترابط العلاجات الطبيه مع العلاجات الغذائيه بهيدي الحاله؟ بهيدي الحاله العلاج بامتياز غذائي. يعني اجمالا نحن بس يتم تشخيص المرض دغري العلاج تبعه اكيد بس بالاكل. مش ممكن يكون عم ينوصف دواء بالمقابل؟ أبدا، ما في أدوية لهدول الحالات. هن بقيمتي غذائي، هي بس بصير الأدوية في حال عم بقلك تفاقمت كتير الحساسية عند هول الأشخاص. نعم. ضيق النفس وهول بدهم إرجانس، يعني بصير بدنا حالات استشفى بهول الحياة، بس العلاج امتياز غذائي بس بحث. يعني ما في عنا شيء نحن نقدر نوقف تناول المأكولات يلي هي في بقلبها الألرجان. نعم. هو القمح.
رنا، كلنا للأسف عايشين بظروف اقتصادية شوي صعبة، ومش كل الناس قادرة يمكن تأمن الغذاء اللازم لصحتها الجسدية والبدنية. شو هي الطريقة اللي ممكن نتبعها غذائيا واللي هي أقل كلفة بالقدر المستطاع؟ هلأ نحن أهم شيء جريس بدنا نعرف بالنسبة لكيف نحن ننتبه بالطريقة البدنية على صحتنا. معروف الجيم صار كتير غالي، ما بقى في حدا يتسجل كتير جيم. فينا نستفيد من فترة الصيف هلأ، يعني في عنا كتير اكتيفيتيز موجودين بضعفوا كتير وبيخلونا كتير جيدة. هلأ الهايكينج، السباحة، المشي، في عنا كتير اكتيفيتيز نحن قادرين نكون عم نعملها بالطبيعة موجودين. بالإضافة كنا مرة حكينا بحلقة قبل، عنا مأكولات متوفرة قادرين العالم مادياً يوصلوا لها، فيها قيمة غذائية كتير عالية من الحبوب للفواكه والخضار. هلأ أكيد ما بقى فينا كتير ننوع الخضار، نجرب قد ما فينا نستفيد من الخضار اللي هي بموسم الخضرة الصيفية، عندنا قيمة غذائية عالية. إجمالاً حتى على الفواكه الموسمية، يعني ما ضروري نكون عم ناخد فواكه برات الموسم تبعها، الفواكه الموسمية. ولو كان عندهم لو ما نعتبر نحن عم ناخد فكرة أنه إذا كانت هيدول البرودكتس هن رخاص معناتها ما عندهم قيمة غذائية، بالعكس نحن بالتنويع نقدر نأمن كل الفيتامينز وكل الحديد وكل المعادن اللي بحاجة لها. نعم رنا، بسؤال أخير لك، شو هي النصيحة يلي بتقدميها للمشاهدين اليوم؟ أنا بس حابة جريس بس وضح شغلي. أنا لما قلتي لي بقى نحكي عن موضوع عن ملادي سيلياك والجلوتين، كتير حبيت الموضوع. نعم. لأنه كتير عم لأنه صايرة الأشخاص هي عم بتصنف الملادي تبعها بلا ما تكون عندنا تشخيص طبي. صحيح. أو حتى بالمختبر، يعني مجرد نحن شفنا نفخة خلاص بوقف كل شيء، خبز راحت النفخة، يعني أنا عندي حسية على القمح. أو حتى بنسمع كتير إنه بدي أعمل فحص لرنا، شو هو الفحص بخلينا أعرف شو بنصحني شو بضعفنا؟ بليز ما في هيك شيء. في ناس عندها مشاكل صحية مفروض تمنع عن تناول القمح، حتى عندنا مثلا انتوليرانس لاكتوز مفروض تمنع عن تناول البرودوي لاتيه. ما فيي أنا شخص مرضي لحالي، وما فينا نحن مجرد وقفنا صنف ارتحنا معناته أنا عندي حساسية. وبليز ما ننغش بكل شيء هو كوميرسيال، يعني نحن نروح نعمل تستات تعرف أنا شو نصحني وبضعفني، وإن فوا وقفتهم وضعفت عم بيجينا ليستات سيم، يعني كل الأشخاص عم بيكون عندها نفس المأكولات ممنوعة عنهم. أكيد إذا وقفت كل هالكاتيجوري ما تشوفي الليست قد بتكون كبيرة، يعني صحيح. أكيد أنا عم بضعف، يعني أكيد ما بقى عندنا في choices. بليز خلي دايما يكون عندنا وعي، ودايما نجرب نسأل ناس متخصصة عن كل موضوع نحن منعاني منه أو عن اللي إننا نعمله. ويلا كل صحة وانتبهوا على حالكم. رنا نحن بنشكر كتير لمشاركتك معنا، ميرسي لك. مشاهدينا أيضا نحن نشكر متابعتكم لنا، انطرونا بحلقة جديدة وإلى اللقاء.